السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم فيديو جديد من قناة دكان فن. لأول مرة يشوف القناة ما ينساش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتابعوني عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل قالب المقابض، مقبض ينفع مقبض أي ظرف، ينفع مقابض للي بنعمل للصواني اللي بنعملها، ينفع لحاجات كتير. أول حاجة أنا هشتغل بالريزن الكوري الفاست ديكوريشن ده. حضر الميزان بتاعنا والكوبايات، نوزن الكوباية، صفر العداد، نبتدي نوزن الريزن بتاعنا. اخدت من الريزن حوالي 70 جرام او 72 جرام، تمام. كملهم 75 جرام، اخدت 75، هوزن من المصلب حوالي 30 جرام. يعني نوزنهم كده 75، نصفر العداد ونوزن عليهم 30 جرام. بسم الله، بالظبط كده 30 جرام. هنقلب الكمية دي كويس جدا عشان نقسمها على جزئين، لان الكمية كبيرة جوه الكوباية، تمام. مش عايزينها تسخن وبسرعة تتفاعل، بس هنقلبها الاول. بتدينا الشكل اللي كأنه لونه ابيض او فيه عكار كده، وبعد التقليب كويس جدا بلاقي الشكل القوام بتاعه بيبتدي يخف شوية، التقل ده، وفي نفس الوقت بيبقى شفاف، يعني كل حاجة تحسها من ظهر الناحية التانية اهو، هي ايدي بدأت تظهر، تمام. هقلب كويس وارجع لكم تاني لما نيجي نحط الالوان. قلبت المادة كويس جدا، ودلوقتي هقسمها على جزئين عشان هشتغل باتنين لون، تمام. تقريبا كده قسمتهم بالنص. هشتغل بالوان المايكا، هشتغل بلون لون المايكا الاسود وورق الذهب. طبعا انا هخلط الالوان واسيب المادة ترتاح لوحد، يعني براحتها. اهم حاجة برضو تقليب الالوان عشان ما تركزش وتعمل ترسبات من تحت. هسيب اللون وهعمل الجزء الثاني بورق الذهب. باخد جزء كده من ورق الذهب، كفاية كده قوي. ورق الذهب دايما بيتفاعل وبيعمل فقاقيع، فعشان كده بحب اخلطه برضو قبلها بوقت، قبل الصب بوقت طويل، عشان خاطر يطلع كل البابلز اللي فيه.
بس هسيبهم يعني في حوالي مثلا ساعة الا ربع وارجع لمرحلة الصب. بعد ما الريزم بتاعنا تقل بالشكل ده هنبتدي بقى ايه عشان نصبه. بسم الله. طبعا كده واضح ان في ميل شوية. من الناحية دي انا هظبط. تمام كده هسيبه يتصلب وبعد كده نرجع لكم بعد 24 ساعة بعد ما اتصلبت. Thank you.
اخر حاجة حطيت طبقة ريزن شفافة على الجزء اللي من فوق عشان يدي الافكت ده، في نفس الوقت ما يبقاش حاد، ما يبقاش الجوانب بتاعتها حادة. بصوا شكلي بقى ازاي جميل، ما فيش اي جوانب ليها، وده من غير صنفرة ولا اي حاجة، مجرد بس ما حطيت طبقة شفافة على المقبض بعد ما نشف خالص، طبقة شفافة بسيطة جدا. بصوا شايفين الجمال بتاع الشكل والوان المايكة ظهرت تأثيراتها ازاي. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوف القناة يعمل ليها اشتراك وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.